السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها يا ولاد، في حد معايا ولا سامع الصوت؟ طيب ماشي. احنا كنا بنتكلم في الماكل وبابل الريش، وكنا قلنا ان ديتيل الفرق ما بين الميزز والجيرمان ميزز، وديت من الحاجات الفيري كومن في الانفكشن اللي بيجي فيها اسئله كتير جدا، فضلا عن مواجهتها في الحياه برضو بكثره رغم التطعيم. صحيح نسبة حدوث الميزز قلت جدا 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 دلوقتي، ولكن في بعض الأماكن اللي ما بيوصلهاش التطعيم وديت قليلة جدا، الطفل ممكن يجي لك بماكل وبابل الريش وممكن تكون ميزز أو تكون جيرمان ميزز. تالت انفكشن في الماكل وبابل الريش، احنا كنا قايلين 8 الميزز جيرمان ميزلز والإريثيم انفكشيوزم و الفيف اللي هو الفيفس ديزيز والإكزانثوميتم أو السكس ديزيز، وبعدين عندنا السكارلت فيفر والتيفويد و والتيفويد، والنون انفكشوس كونديشن هتبقى الدراج راش والسويت راش والروماتويد او روماتولوجيكال ديزيز اوف تشايلد. خلصنا 2 بطريقه واضحه اللي هم الميزز والجيرمان ميزز، ودلوقتي هنتكلم على الاريثيما انفكشيوزا. الاريثيما انفكشيوزا ودي بنسميها الفيفث ديزيز، سببها البارو فيروس بي 19، بارو فيروس بي 19 اسمه ايه؟ اسمه اريثيما انفكشيوزم. زي ما اتفقنا ده الموست كومن، يعني بعد الامراض اللي هي الميزل وسكارلت فيفر والروبيلا والاتيبيكال سكارلت فيفر، دولت كانوا الاربع امراض اللي كانوا معروفين. وبعد كده لما جه الريزولا انفانتوم اما جت الاريثيما انفكشيوزم بقت المرض الخامس. الو، حد عايز حاجة؟ ولاد في حد قال عايز حاجة؟ لا يا دكتور كمل، هو تقريبا حد فتح المايك وقفله يعني. طيب
يبقى احنا كان عندنا معروف فور اكزانسيمتس ديزيز اللي هم كانوا الميزز والجيرمان ميزز والسكارلت فيفر والاتيبيكال سكارلت فيفر. لما اكتشف البارو فيروس بي 19 سموه قبل ما يقولوا عليه اريثيم انفكسيوزم سموه الفيفث ديزيز، وبعدين قالوا اريثيما انفكسيوز. وبعدين جه المرض السيكس ديزيز اللي هو الريزولا انفانت، الريزولا انفانت. وبالتالي الفيفث ديزيز طبعا سابق في الظهور عن او في الاكتشاف عن الريزولا انفانت، عشان كده قلت اقوله الاول قبل الريزولا انفانت، مع ان الكتاب كاتب ريزولا انفانت قبل الايه الفيفث ديزيز، مش مشكله. المهم الفيفث ديزيز او الريثيما انفكسيوزم له علامة مميزة جدا، علامة بتميزه قوي قوي، اسمها ايه؟ سلابد تشيك، كأنك ضارب الولد بالقلم على خده اليمين وخده الشمال، بيسميه سلابد تشيك، التشيك المضروبة بالقلم سلابد تشيك بنسميها. يعني دي كاركترستيك للإريثيما انفكشيوز، يعني الريش بيبقى ماكيول وميلي موجود على التشيك، فسمينا المرض فيفس ديزيز او اريثيما انفكشيوزم او سلابد تشيك ديزيز. الكلينيكال مانيفستيشن بتاعت احنا قلنا السبب هو البارو فيروس 19، ايه الكلينيكال مانيفستيشن بتاعت الاريثيما انفكشيوزم او الفيفث ديزيز او السلابد تشيك ديزيز؟ اول حاجه ان الانكوبيشن بيريود ممكن تبقى 2 ويكس الى 4 ويكس، 2 ويكس الى 4 ويكس. البرودروما زي بتاعه الجيرمان ميز المايلد وكان باس ان نوتست. الراش بقى له 3 ستيج، الستيج الاولانيه اللي هي السلابد تشيك على الفيس فقط، وبعدين الستيج الثانية راش rapidly spread to the trunk والproximal extremities extremities كmacular erythema. النقطة الجاية دي مهمة جدا جدا، إن الراش spare البالم والصول، الراش ما بيوصلش للبالم والسول، وكمان لما بيختفي does not leave desquamation. تاني الراش 3 ستيج، اول حاجه السلابد تشيك الاثيما في الفيس وميلي على التشيك، وبعدين الراش spread rapidly للترانك والبروكسيمال اكستريمتس، ما يروحش للديستال اكستريمتس ولا يروح للبالم والسول، ولما يختفي داز نوت ديسكوميت زي بتاع الميزلز داز نوت ديسكوميت. يبقى هي هنا فتره قصيره جدا، ولو ان الانكوبيشن بيريود طويله اسبوعين الى اربع اسابيع. الراش له ثلاثه ستيج، الاول السلابد تشيك، وبعدين سبريد رابيدلي للترانك والبروكسيمال اكستريمتيز، وما بيروحش للبالم والسول، بينما الراش بتاع الميزز والجيرمان ميزز بيروح للبالم والسول. في مع البارو فيروس يعمل الاريثيما انفكشيوزم، بس كمان يعمل حاجات تانية، يعمل ارثروباسي، يعمل فيتال هيدروبس فيتاليز، يعمل مايوكاردايتس، يعمل ترانزنت ابلاستيك كرايسيس بالذات في العيانين اللي هم كرونيك هيموليتيك انيميا ثلاسيميا وسيكل سيل انيميا مثلا، والكرونيك بانسايتوبيني في الاميون كومبرومايزد بيرس. يعني البارو فيروس دي اضافه الى الاريثيما انفكشن، هي ليست من ضمن المانيفستيشن، ولكن البارو فيروس ممكن زي ما عمل السلابد تشيك والراش يعمل ارثروباسي ويعمل مايوكاردايتس ويعمل ترانزنت ابلاستيك كرايسيس في العيانين اللي عندهم كرونيك هيموليتيك انيميا، ويعمل كرونيك بانسايتوبينيا في الاميون كومبرومايزد بيشنت.
تشخصها ازاي؟ كلينيكال فقط، وتريتمنت سبورتيف، نو سبيسيفيك تريتمنت. لغايه دلوقتي الثلاث فيروسات اللي خدناهم، الميزز والجيرمان ميزز والاريسيما انفكشيوزم، ذير از نو سبيسيفيك تريتمنت، كله سبورتيف. لو حصل سكند بكتيريا انفكشن يو هاف تو جيف انتي اذروايز نثينج. طيب ده الاريسيما انفكشيوزم، وقلنا الراش بتاعها شكله ايه والكاركترستيك بتاعتها شكل ايه. هندخل بقى على الريزول انفات. قبل ما ندخل حد له سؤال في الاريسيما انفكشيوزم؟ ها واضحة؟ واضحة يا دكتور. طيب فيها أي حاجة من يعني بعيد تاني إن البارو فيروس 19 زي ما بيعمل إيريسيما إنفكشيوزا ممكن تبقى أسوشيتد ويز، إنما مش من ضمن الفيتشر بتاعة الإيريسيما إنفكشيوزا إن أنا ألاقي أرثروباسي ولا ألاقي بلاستيك كرايسيس ولا أي حاجة من الحاجات دي. هي يعني كونديشن سيبرت عن الإيريسيما إنفكشيوزا، ولكن الاورجانيزم اللي بيعمل الاريسيما انفكشيوزم ممكن يعمل زيس مانيفستيشن اللي هي الارثروباسي والمايوكاردايتس والترانزنت ابلاستيك كرايسيس والكرونيك بين سايتوبي. تريتمنت سبورت ريزول انفانت ده اسمه سكس ديزيز. اسمه ايه؟ السكس ديزيز. يبقى دلوقتي قلنا الفور ديزيز اللي كانت قبل الريسيما انفكشيوزم كانوا الميزز والجيرمان ميزز والسكارلت فيفر والاتيبيكال سكارلت فيفر، وبعدين جه البارو فيروس 19 سميناها الريسيما انفكشيوزم او الفيفث ديزيز او سلاب تشيك ديزيز، وبعدين جه بقى السكس ديزيز اللي هو الريزولا انفانتوم او السكس ديزيز. وده فبرايل exacerbations illness occurring in infant and young children characterized by ده الاساسيات بتاعته. بيبقى عنده هاي فيفر في لمده 3 ل 5 ايام، وبعدين اول ما يظهر الراش يحصل دروب للتمبريشن، ودي اهم كرايتيريا للريزولا انفانت، انه اول ما يظهر الراش الفيفر اللي كانت 40 تروح نازله في ثانيه اول ما يظهر الريش، يبقى rapid drop of temperature to the normal with appearance of generalized maculopapular rash. دي الكرايتيريا، احنا بس حبيت اربط المين كرايتيريا بتاعت الريزولا انفانتوم مع الديفينيشن بتاعها. سببها الهيومن هيربس فيروس 6 اند 7. سببها الهيومن هيربس فيروس 6 اند 7، عشان كده سميناه السكس ديزيز. كل الانفكشن معظمها دروبلت انفكشن، يعني مود اوف ترانسميشن دروبلت انفكشن. الانكوبيشن بيريود هنا قصيره شويه 1 الى 2 ويك افريج 10 دايز زي الانكوبيشن بيريود بتاعت الميزلز. وده كاركترستيك راش الماكيلو بابل راش بتاع الريزولا انفانت. برضو سؤالي، هل ده بليومورفيك ولا مونومورفيك؟ دكتور مونومورفيك يا دكتور؟ طبعا واضح مونو. واضح انه مونومورفيك. واضح ولا مش واضح برضو؟ طب هي واضحة خلاص فهمتها يا دكتور، بس كنا خدنا حاجة في الجلدية بتريز روزية وكان نفس الهربس الهيومن هربس فيروس. طيب خلي البتريز روزية او البتريز البا خليها، لان تانية. هي نفسها ولا دي حاجة تانية؟ لا طبعا، لا طبعا دي حاجة تانية خالص خالص خالص، مختلفة تماما. على الأقل هنا في فيفر وفي هنا راش. البتريز البا او البتريز الروزيه ما فيش فيها فيفر خالص.
والديستريبيوشن مختلف. البطريات الاستروزيه لها ديستريبيوشن مختلف تماما عن الريزولا انفانتوم ولا الاريسيما انفكشوس. السيزون من السبرينج اللي هو الوقت اللي احنا فيه ده. وليه سميناها اريسيما، ليه سميناها ريزولا انفانتوم؟ لانها بتحصل في الانفانسي، الفيرست يير اوف لايف، صحيح من 6 شهور لثلاث سنين، ولكن البيك في الفيرست يير، في البيك بتاعتها في الفيرست يير. بيبقى معاها مايلد راينوريا ومايلد كونجكتيفا، والكونجكتيفا تعمل فوتوفوبيا. اسف، وفي مايلد فارينجال كونجيشن. يبقى البرودروم عباره عن مايلد راينوريا وريد كونجكتيفا وفارينكس. بتبقى جايب ايه؟ بفيفر، ودي مهمه جدا. والفيفر دي بكام؟ توصل 40، وتقعد قد ايه؟ في الغالب 3 4 ايام. وطبعا يعني فيري رير تبقى ستريت دوز في برايت كونفالشن. طبعا اي طفل هيروح لاي دكتور وحرارته 40 عنده ايه؟ هتقول له برد وعنده التهابات في زور، لانه فعلا في فارينجال كونجيشن موجود وفي راينوريا موجود، صح. وبعدين في اليوم الرابع او الخامس يظهر الريش، في اليوم الرابع او الخامس. واول ما يظهر، اول ما يظهر ريش يحصل دروب للفيفر. كمان الديستريبيوشن بتاع الريش هنا مختلف، انه ستارتس على الترانك ويروح للارمز والنيك، وغالبا الفيس بيبقى مينيمالي انفولفد. بس خد بالك ده وان داي راش. الراش هنا اسمه وان داي راش. ليه؟ لانه بيقعد يوم واحد وتاني يوم يختفي. الراش ده بيسموه رامبو فولوينج ذا ستورم، رين بو فولوينج ذا ستورم. رين بو، رين بو اللي هو قوس المطر الذي يتبع العاصفة. قوس المطر اللي عندنا ايه؟ الريش. والعاصفة اللي عندنا ايه؟ الحرارة الاربعين. يبقى ريزولا انفانتوم ده طفل عمره سنة جاي بحرارة 40 وعنده مايلد راينوريا وريد كونجكتيفا وريد فارنس. بعد ثلاث أيام في اليوم الرابع يظهر الريش. فين؟ على الترانك الأول، وبعدين ممكن يطلع فوق للنيك وينزل تحت للإكستريمتيز ويوصل كمان للهاندس والفيت. والفيس يبقى مينيمالي انفولفد. مع ظهور الراش يحصل رابد دروب للتمبريتشر. الديستريبيوشن ده والكورس ده نسميه رينبو، قوس مطر، فولوينج ذا ستورم، رينبو فولوينج ذا ستورم. الدياجنوز اونلي كلينيكال، وبرضه التريتمنت سبورت ناثينج الا لو حصل فيبرال كونفرجن يو هاف تو تريت الكونفرجن. ده ال ريسيما انفكشيوزم، الريزولا انفانتوم، ومقارنتها بالريسيما انفكشيوزم. كلير، في فرق واضح في الكلينيكال. الانكوبيشن بيريود هناك قصيره، هنا 2 ويكس. البردروما مايلد، هناك في فيفر، في مايلد راينوريا وكونجكتيفال كونجيشن وفارينجال كونجيشن. الراش في الريسيما انفكشيوزم بيبدا بحاجه اسمها سلابد تشيك ابيرنس، وبعدين الراش يظهر على الترانك والبروزنج سيميتيز وما يروحش للبالموس، وبياخد حوالي 3 ايام 4 ايام. الراش بتاع ده الاريسيما انفكشيوزم. الراش بتاع الريزولا انفانتوم بيبقى
برودروما فيري مايلد مع فيفر 40 درجه مئويه، تقعد 4 ايام، وفي اليوم الرابع يبدا يظهر راش. مع ظهور الراش يحصل دروب للتمبريشر. واضح ان احنا في الريزولا انفانتم الفيفر 40، في الاريسيبا انفكشيوزم تكاد تكون وزاوت فيفر او فيري مايلد فيفر. ودي نقطه فاصله. حاجه الثانيه ان الاريسيبا انفكشيوزم فيها سلاب تشيك ابييرنس، في الريزولا انفانتم الفيس مي بي مينيمالي انفولفد او مفيش. الراش في الاريسيبا انفكشيوزم ما بيوصلش للبالم والسول، الراش في الريزولا انفانتم بيوصل للبالم والسول. ده بالنسبه طبعا الديوريشن بتاع الريزولا انفانتم اونلي 1 دي راش، بينما اللي هو خد الكرايتيريا بتاعه الرامبو فولوينج ذا ستورم، بينما الريسيم انفكشيوزم بياخد 3 ايام. الدياجنوزس كلينيكالي وتريتمنت ابورتيف. في حد له اي سؤال؟ دكاتره؟ لا لا دكتور ماشي. طيب دلوقتي انا يعني الهربس هو اللي باقي دلوقتي، ادخل فيه ولا اخلي المره الجايه؟ نخلصه يا دكتور عشان نمشي على الجدول. طيب ما احنا ماشيين في الجدول، قصدي يعني ما نسيبش حاجه عشان. طيب انا بسالكم، هو باقي ربع ساعه، انا اصلا ايه يعني خايف ان انا اكون متقل عليكم، بس انا اوريدي كده جاهز. لا لا جاهز. طيب يا دكتور. طيب عموما الهربس فيروس ده واحد من الحاجات المهمه جدا 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 في طب الاطفال. يا سلامه، اقفل الفيديو بتاعك. بالغلط، معلش. الهربس فيروس مهم جدا ان احنا نبقى عارفين بس العيلة دي، عيلة صعبة جدا. يعني ايه عيلة صعبة جدا؟ عيلة مشكلة. الهربس فيروس فيها 3 جروب، الفا هربس فيروس وبيتا وجاما هربس فيروس. الفا عبارة عن هربس سيمبلكس فيروس تايب 1 وتايب 2 والفاريسيلا زوستر فيروس، دولت الفا هربس فيروس. البيتا عبارة عن سيتوماجالو فيروس والهيومن هيربس فيروس 6 و7. احنا قايلين لسه دلوقتي ان الهيومن هيربس فيروس 6 و7 كانوا بيعملوا ايه؟ ريزولا انفانتم. كانوا بيعملوا ريزولا انفانتم، خلاص؟ يعني اللي هم بيعملوا سكسي ديزيز ريزولا انفانت. وبعدين جاما يعمل الإبشتاين بار فيروس والهيومن هيربس فيروس 8. طبعا الإبشتاين بار فيروس بيعمل ايه؟ الانفكشوس مونونيكلوز. لما تبص للامراض اللي بيعملها الهيربس فيروس ار فيري امبورتنت، وعندنا تقريبا في حدود 8 سب تايبس من الهربس فيروس يصيب الانسان. انما هو العيله دي مكونه من كام فيروس؟ 100 فيروس، مور ذان 100 فيروس. يعني الهربس فيروس اكثر من 100 فيروس لا يصيب الانسان فيها الا 8 فيروسات، اللي هم الهربس سيمبلس فيروس تايب 1 وتايب 2 والفاريسيلا زوستر فيروس ادي 2 اللي هم الالفا، والبيتا سيتوماجالو فيروس ادي 3، والهيومن هيربس فيروس 6 ادي 4 و7 ادي 5. الجاما هيربس فيروس ابشتاين بار فيروس يبقى 6، والهيومن هيربس فيروس 8 يبقى 7. ديت الامراض اكتر انواع من الهيربس اللي تصيب الانسان. كمان في كرايتيريا للهيربس فيروس حاجة اسمها latent infection.
يعني ايه يا اولاد ليتنت انفكشن؟ بيكون دورمنت في الجانجليا بالظبط زي التي بي كده، زي التي بي كده، مش التي بي عنده ليتنت انفكشن؟ يو كان جيت التي بي وما يظهرش عليك اعراض ويفضل دورمنت لغايه لما تتعرض لمرض معين او الاميونيتي تقل يبقى فلير ويحصل سبريد زي انفكشن. الهربس فيروس نفس الكلام، ممكن يحصل منه حاجه اسمها ليتنت انفكشن، انا هقول عليها بعد شويه. طيب احنا فهمنا الهربس فيروس كام جروب، الفا وبيتا وجاما، والالفا هربس سيمبلكس فيروس تايب 1 وتايب 2 والفاريسيلا زوستر، والبيتا السيتوميجالو والهيومن هربس فيروس 6 و7 بتوع الايه السكس ديزيز. والجاما اللي هو الابشار بار فيروس وهيومن هربس فيروس. الهربس فيروس هو لارج دبل ستراند دي ان اي، احنا كل ما سبق كان ار ان اي، دلوقتي بنتكلم على دي ان اي. ده لارج فيروس اسمه دي ان اي فيروس اللي هو الهربس سيمبلكس، وديت تحت تحت الايه الالكتروميكروسكوب. فيري لارج فيروس عباره عن اوتر لاير عباره عن جلوكوبروتين، وفي حوالين النيوكلس حاجه اسمها كبسيد، وفيها الدي ان اي، الكبسيد دي داخلها الدبل ستراند دي ان اي. ده شكل الفيروس يعني عشان تتخيله بس. وهنبدا هناخد يعني الهربس سيمبلكس وهناخد الفاريسيلا زوستر فيروس. هناخد الهربس سيمبلكس والفاريسيلا زوستر فيروس. الهربس سيمبلكس يجي بايه كلينيكالي؟ يجي بهربتك جينجيف ستوماتيتس وتبقى سيفيرلي بينفول. ده للماوس. للاي يجي باوكلر كونجكتيفايتس وكيراتو كونجكتيفايتس كارثه. ويجي جينيتالي على الجينيتال اورجان ويحصل حاجه اسمها جينيتال هيربس، وده سيكسوالي ترانسميت من انفكتد وومن او مان. وبعدين سي ديس انفكشن انكفلايتس ومينينجايتس، وفي بيري نيتال انفكشن وده فيري دينجرس يعني ديسيمينيتد سيستميك انفكشن اوف ذا نيو بورن. كل ده يعمله مين؟ الهربس سيمبلكس. قلنا الهربس سيمبلكس كام نوع؟ تايب 1 وتايب 2. يعمل الحاجات دي. تعال نشوف بعض الديتيل. ادي الجينجوستوماتايتس. بس كمان بتبقى يعني دي في السكن من بره في اللبس. بسميها كور لبس. انما لو فتحنا بقه شويه هنلاقي على الانسايد اوف ذا ماوس على الجم وعلى السوفت بلد في ألسرز وفي الكاركترستيك راش اللي موجود ده. برضه هنا اهو الكولد سور اهو على اللبس موجوده، ودي فيري 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 بريدوس فيري سيفير بين. وهنا على اليمه الثانيه الجينيتال هيربس. يبقى انا عندي تايب 1 من الهيربس بيعمل الجينجيف ستوماتايتس وكولد سور، وتايب 2 بيعمل الجينيتال هيربس. والاثنين ممكن يؤدوا يعملوا لنا انكفالايتس. هنا بقى الهيربس سيمبلكس ده ممكن يعمل لنا حاجه اسمها شينجلايتس او هيربس زوستر نيوروباثي. هيربس زوستر نيوروباثي بيعمل ايه ده؟ افكت سنجل ديرماتوم اوف ذا سكين، وبيحصل في اي عمر بس في الغالب في الادوليسنت والادلت ايج، قليل قوي يحصل في الاطفال. وبيبقى شكله ازاي؟ شكله كده وشكله كده، شايفين؟ بيبقى الراش موجود along specific nerve او درماتوم معين، تلاقيه ماشي مع الدرماتوم، ماشي مع النيرف، ماشي مع النيرف. وده نوع من انواع الليتنت انفكشن.
يعني الهيربس سيمبلكس يصيب الانسان وما ظهرش عليه اي اعراض خالص، وبعد وقت معين يجي له الهيربس نيوروباسي بالمواصفات دي، وده بيبقى فيري سيفير بين، فيري سيفير بين. ده الثاني الهيربس سيمبلكس الكلينيكال مانيفستيشن، دي اهم سلايد في الموضوع. الكلينيكال مانيفستيشن بتاعته تبقى هيربيتك جينجيفاستوماتايتس و اوكلر كونجكتيفايتس وكلات كونجكتيفايتس والجينيتال هيربس. وبعدين ككومبليكيشن سي ان اس انفكشن، انكيفالايتس ومنينجو انكيفالايتس وبيرينيتال انفكشن. ودي الصور بتاعته. ده الهيربس سيمبلكس اللي هو تايب 1 وتايب 2. بعد كده الفاريسيلا زوستر. الفاريسيلا زوستر فيروس بيعملوا برايمري وريكارنت انفكشن، ويعملوا ايضا ليتنت انفكشن. البرايمري انفكشن تبقى تشيكن بوكس اللي هو الفاريسيلا، وبيعمل لو الطفل خد التشيكن بوكس اكتف يحصل له لايف لونج اميونيتي. وزي ما قلت زي الهيربس سيمبلكس ممكن يبقى عنده ليتنت انفكشن ويصيب السنسوري جانجليون نيورونز ويعمل نيورالجيا سيفير نيورالجيا. مع ان الهيربس زوستر يفترض ان هو مايلد انسز، الا انه لو اصاب طفل اميون كومبرومايزد او ادلت يبقى كارثي، ممكن يبقى دينجرس ويعمل موربيديتي ومورتاليتي. الفاريسيلا زوستر فيروس بريديسبوز لسيفير جروب اي ستريبتوكوكال وستافيلوكوكال اوريس انفكشن. التشيكن والهيربس من فضل ربنا ان لهم انتي فايرال دراج ولهم اميونايزيشن. في التشيكن له فاكسين اللي هو الثلاثي الميزلز والمامبس والروبيل. التشيكن بوكس اسف له تطعيم التشيكن بوكس لوحده منفصل عن الثلاثي. اسف الجستيشنال تشيكن بوكس كان بي سيفير في المذر ويؤدي الى انتراتراين فاريسيلا سندروم زي الكونجنتال روبيلا سندروم. وفي التشيكن بوكس لو خده طفل يبقى فيري سيفير اللي ما عندوش اميونيتي و كان بي لايف ثريتنينج. التشيكن بوكس هايلي انفكشوس ديزيز كاركترايزد باي بليو مورفي كراش زي كده. واضح يا ولاد؟ هنا الراش ايه؟ بليومورفيك. يعني ايه بليومورفيك؟ واحدة ماكيول، واحدة بابيول، واحدة فيزيكال، واحدة باستيول، وكلهم مش في نفس الستيج. فنسمي الراش ده بليومورفيك سكين راش، وده كاركترستيك للتشيكن بوكس. معايا يا ولاد؟ واضح؟ تمام يا دكتور. واضح الفرق بقى ما بين البليومورفيك والمونومورفيك؟ واضحة جدا يا دكتور، شكرا. تمام. اتفقنا ان سبب التشيكن بوكس الفاريسيلا زوستر فايروس. بيعمل التشيكن في النون اميون ويعمل هيربس زوستر في البارشالي اميون انديفيدو. واتفقنا ان الهيربس زوستر ممكن يعمل ايه. المود انفكشن برضو دروبلت انفكشن وممكن دايركت كونتاكت. البيريود اوف انفكتيفيتي دي مهمه جدا، بتستمر من 24 ساعه قبل الاونست اوف ذا راش لغايه لما كل الليجنز ار كراستد ويختفوا. الانكوبيشن بيريود
عامله زي بتاعه الجيرمان ميزلز 2 تو 3 ويكس. ايج حتى لو كان نيوبور، ولكن كوملي ما بين 5 الى 10 سنوات. البردروما فيري مايلد وفيري شورت. اهم حاجه الراش في التشيكن بوكس، الراش بيظهر في ماكيول، والماكيول دي باص للبابيول، والبابيول بروجريس رابيد للفيزيكال، والفيزيكال ار فراجايل فلويد فيلد كلير في خلال 24 ساعه تبقى كلاودي، واول ما بتبقى كلاودي يبقى سميها باستيول، وفي خلال مجموعه من الايام تبقى كراستد في اليوم التاسع او اليوم ال14 من الظهور. الراش كلمه تشيكن جايه من الترانك، فهو بليومورفيك اند سنتري بيتال، يعني ميل على الترانك ورير على الاكستريمز، بيبقى معاه انتنس بليورايتس سكين اتشنج. ممكن الراش زي ما هو بره ممكن يظهر جوه الانثيمتس راش على الماوس ويبقى فيه ألسريش. الكوميونيكيشن طبعا اهم حاجه السكندري بكتيريال انفكشن، اهم حاجه السكندري بكتيريال انفكشن، وبعدين هيموراجيك كومبليكيشن زي الثرومبوسايتوبينيا او الثرومبوسايتوبينيك بيربرا والهيماتوريا والجاستروستينال هامش. ممكن طبعا يحصل انكيفالايتس وسيربرال اتاكسيا والريس سندروم، خصوصا لو الطفل خد لعلاج الحراره اسبرين. الديفرنشال دياجنوزس اربع اساسيات كلهم بيعملوا راش قريب منه. اول حاجه الهيربس زوستر بيبقى يونيلاترال راش، ما هو سنتريبيتال، وغالبا along البريفرال نيرف، ده الهيربس زوستر. الامباتايجو بايوجينيك انفكشن اوف ذا سكين، وبتبقى مملي في السكالب وقليل على السكين. البابلر ارتكاريا بيبقى الرجي، والليجن بيبقى ديستريبيوتد اوفر ذا اكستريم سيرفيس اوف ذا اكستريمتس، بينما التشيكن بوكس بيبقى ميلي على الترانك. السكيبس بقى من الاتشنج اللي موجود طبعا بيبقى هيستوري اوف كونتاكت وذ ا كيس، والاتشنج از ميلي باي نايت، وممكن تشوف السيد لايك بيروز على الانتر ديجيتال سبيس بتاعت الفينجر والتويز. تريتمنت لوكال انتي بايوتيك وسيستميك انتي هيستامينك عشان تقلل الاتشنج. تدي باراسيتامول للحراره، و الاطفال لو التشيكن بوكس سيفير ممكن تديهم اسايكلوفير كأنتي فاير. الجرعة بتاعته 20 ملي جرام لكل كيلو جرام بردوز كل 6 ساعات only for 5 days and treat the complication لو حصلت. احنا خلصنا، وحد له اي سؤال فيما قلته النهاردة؟ خدنا كتير شوية وانفكشن كتير شوية، ولكن كان لازما زي ما بتقول الدكتوره نخلص عشان نبقى ملتزمين بالجدول. لو سمحت يا دكتور، الفرق بين الراش بتاع التشيكن بوكس والراش بتاع الفاريسيلا زوستر، يعني لو هو جاي اول مره ولو هو جاي ليتنت؟ يعني ليتنت هيجي بالنيوروباثي، يعني هيجي براش along the dermatome، مش هيجي بالسنتريبيتال بوليومورفيك راش. واضح؟ الدرماتوم لو هو في الليتن. لكن تمام، السنتريبيتال دي هي في الفيريسيلا. الفاريسيلا اللي هي التشيكن بوكس هيبقى سنتريبيتال على الترانك كله،
ممكن ينزل للور هاف اوف ذا بودي، بس الاكستريمتيز ما بيبقاش فيها. الليتنت يجي على الدرماتوم خلال على النيرف بتاع الريبس زي ما انا جايبها في الصوره. والتشيكن غالبا بيحصل في الاطفال 5 ل 10 سنين، بينما الليتنت بيحصل في الادوليسنت والادلت. اي سؤال تاني؟ هيقفلوا علينا بسرعه لو حد له عنده سؤال. انا كده تمام يا دكتور، لو في زمايلي بقى. لا يديك العافيه دكتور. الله يبارك فيك. عموما نشكركم وندعو لكم بالتوفيق والنجاح ان شاء الله، ودعواتكم لينا في ظاهر الغيب اكيد مستجابه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل الشكر لك دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.